كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. في هذا المكان برنامج من إخراج مصطفى أبو حطب. صديقي، بيقولوا الحيطان لها ودان، والحقيقة مش لها ودان وبس، الحيطان لها ودان وعنين ولسان، والدوار لي ألف عين وألف ود وألف لسان. الدوار بيشوف كل حاجة، يقدر يتكلم، لكن ساعات يكتم الهم في قلبه، يكتم ويكتم لغاية ما يفيض بيه. وفي يوم من ذات الأيام صحي عبد المجيد في الفجرية. الصبح صبح يا يا سني ستي يا سني سني ستي يا سني الشمس مليت الأوضة يا سني ستي يا سني عاوز ايه يا عبد المجيد؟ عاوز ايه؟ الواحد ما يعرفش ينام في الزريبة دي. سنية بديدة دي، وطي صوتك بس بس، مش عايز حاجة. الصبح صبح ما يصبح يا اخي. خلاص خلاص حقك علي. انا عاوز اعرف انت بتصحيني ليه؟ الدوار اتملى بالخلق، حرام عليكي، الفلاحين يقولوا ايه؟ وبعدين كنت يا ولدها قاعد في بوفيه المحطه وهلك الست يا ولدها، وسحب وراها عبد المجيد بالجبه والقفطان والشاي، وراح قاعده على البوفيه ومقعداه جنبها، وشورت للواد القرصون وقالت له هات سباتس. يعني اسمه يهدي كزوزة يا مواشي. يا وبعدين وشويتين وشورت له وراح قايم واخد معاه شنطة صغيرة. الله، عبد المجيد راح فين؟ والمحطة يا ولده زي سوق الغزل. ايوه امال، فلاحين من ديروط ومنفلوط والبداري وصدفة ودرنكة، فلاحين زي الوحوش، وكل واحد رامي البندقية الميزر على كتفه. الله، افرض واحد كده ولا كده، رحت مشاول الواد سيد. سيد يا سيد يا القرصون. واد يا سيد، العمدة راح فين؟ قال لي الله، راح دورت المية وشويتين يا ولده، والعمدة هل زي البقرة العشار بالبنطلون والزكتة وقرشه قدامه وراسه عريانة ونص القفطان طالع من الشنطة. الولية شافته راحت راجعة بالضحكة. فوق ال 300 راجل اتدوروا وبصولها. ارفع عليها يا دي حسين. كم؟ 6 كلات ونص. شيلوا حسين، شيلوا حسين، خلي عندك من واحدة، شيلوا ده. وبعدين ايه؟ وبعدين شويتين يا ولده، وانا قاعد في العشية على البوفيه الا وعبد المجيد جاي وراح قاعد قدامي على الكرسي زي تليس البرسيم. وهات شاي لأحمد أفندي، وكمان شاي لأحمد أفندي. الله، هو العمدة حصل له ايه؟ انت يا عواد حوش بهم عن الغلة حو. وتدور لي يا ولده وقال لي أحمد أفندي. قلت له أيوة يا حضرة العمدة. قال لي هو كشكش بيه يطلع مين؟ يطلع مين؟ يطلع مين؟ جه وقتك يا أبو حميد، وروح تطخ كلمة ولا العيار الميزر،
ده واحد دغف يا حضرة العمدة، دغف دغف. الواد الراضي بيقول لهم إياه، والله لأقطع عيشه النهاردة، أقطع عيشه. سنية حبيبتي. عاوز إيه حبوب؟ حبيبتي أبوس إيديكي، الدوار اتملى بالناس، قوم اعمل الشاي. ما تخلي أم محمد تعمل لك الشاي. لا لا، عاوز أشرب من إيديك الحلوة. أم محمد إيديها مش حلوة؟ لا لا، يلا يا حبيبتي يلا. والنبي هي ساعة كم دلوقتي؟ أنا ما نمتش كويس الليلة دي يا عمدة. يلا يا سري، الدوار اتملى بالخال، بيقولوا علي. طب دور لي على الشبشب. الشبشب هو فيه؟ هو فيه؟ شوفوا تحت السرير. فيه. حبيت ولا بنشي علي ويوقعتي والمحق. شيخ عبد المدين الصبح ناح. الصبح ناح يا شيخ عبد المدين، ما تنزل الشاي والفطور لعمك الشيخ المدفوني. ما تهمني يا عبد المدين. سلام عليكم. نم ايدك عن الخلة يا شيخ يا ضلالي. يا 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 ده يا تخيبك وده فندي. شيل عليه يا واد عواد. هم الله الله الله. الشباك يا بيت في الشبدا ابدا. واربعين يوم على هذا الحال، خط ورزع. وهذا يا محمود خليك جدع، الشغل ما عيبش الراجل يا محمود، ولا حد مات من الجوع ولا دخل القرافه من غير كفن. انت نويت الليله باذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سبحان المعز المذل، ليه شهر بيحاول سبخ لغيطان عبد المجيد؟ معلش، ربنا موجود. ما جناش منها خير، أرض عالية بنت إيه، من يوم ما زرعناها تدير ركبنا، ومهما تديها كماوي ما فيش منها فايدة. تغور تغور هي وصحابها. أيوة، ما عادتش تنفع، كيماوي بزرة سقية، وزاد عليها كمان الإيجار. محمود أيوة، انت ناوي على حاجة؟ بخطط في التراب زي النسوان الأرامل. محمود ان كنت ناوي على حاجة قل لي، انا معاك. عبدو يا ودي عبدو، ما جينا الضحى يا واد، هي اللي طلع البهيم على الغير. يش ايش انت يا بيت، ما تهش الطير من الدوار يا بيت. ايش والله والله والله، وحياة ولادي وولادك ورب الكعبة، ما عندي قطر شاي ولا سكر يا ضلالي. واه انت واد يا احمد، والله اجي اقطع نفوها، انا عندي شاي وسكر وصندوق الشاي اللي جالك امبارح. والله لا اضربه، اوعوا. اجيب منين؟ كله على البحصول، على القطن، على الذره، على القمح. بتفوت الجمعه ما تخشش ايدي تعريفي، وهات شاي وهات سكر وهات سجاير وتقول ايه على المحصول بالنقد، مش هبيع الا بالنقد. يا راجل اديله بالكم. ابا ده انت اصلك ردج. ما عنديش، وكتاب الله العزيز ما عندي قطره. سي حسني عاوزين باكو شاي. يلا ايه يلا احسن يزعقوا لي فوق، الست مش لايقه حد يكلمها. استني استني لما ادور. اهو خدي، ادي اخر باكو في الدكان. لا عاوزين من ابو 16 قرش. يلا بقى خدي، يقطع البندر واللي بيجي من المندر. والله لا اقول لها، والله لا اقول لشيخ عبد المجيد وشوف هيعمل فيك ايه. بنت يا فتحيه، ها خدي. هو لسه منزلش؟ لا لسه يا شيخ البلد. سلامته يكونش عيان. اتفضل الشاي يا حبوب. تسلم ايديك يا سنية. لا انا ما اسميش سنية. yeah. حبيت ولا بنشي علي. هقولك على حاجة. لا قولي الاول انا اسمي ايه. yeah.
يا صوصو. قول كمان. صوصو تعالي والنبي تعالي بدال الشباك الفلاحين مليان الدوار. عاوز اشم شوية هوا. لو النبي. طب هات لي المشط من تحت المخد. على عيني وراسي. اهو خودي. فاكر يوم ما جيت السرية تأجر العصمة من بابا؟ يا ريت كان رجلك كسرت. ايه؟ رجلك اتكسرت؟ راجل عجوز زيك ولك انت اتكلم؟ طيب اقفل الشباك حالا بنت يا فتحية يا بيه. نعم يا اقفل الشباك دي مصبري اياك انفتح والله اقطع رقبتك. غاجر سيدي ما شربتش الشاي. غاجر الغجر اللي مليل الدوار مئة مرة قلت رشوا الخرابة دي قبل ما انزل. انت يا مسيح علي الطلاق لخلي كدبتي على الجسر الليل. خلاص يا سيدة هو خلاص. الساعة بقت 8 الظهر واجب ان مسيحك وحدي يا مواشي. اشمعنى انا بصحى من نجمة انا هوريكم واحد واحد. خلاص اهو يا عمدي ودي عبدو. يا عبدو هات الفروة يا واد. انت يا مصطفى استنى واقف كده. وانت عامل لي شيخ منصر فتح لي غرزه فشتك عايمه والله العظيم لك تعيشك النهارده. وانت قلت لك الف مره مش عاوز حته الراديو ده يطلع طول النهار هنا وقلت ادب. اقفلوا اقفلوا حاله ولمد لي كل الحراميه والعواطليه حواليك والله لك في الهالك. كل واحد يروح لحاله ورونا عرض كتافكم. بشرى باسم الحبيب المصطفى. مفروجة مفروجة ان شاء الله مفروجة. صلاة النبي حلوة. صلوا على النبي صلوا على النبي. فخور طاعم منكم زبان وصفان ومخالب تبليس. فخور اغلى من دام تبليس. فخور يطلب كل جبار من الاباديه. صلوا على الحبيب المصطفى. مفروض يا شيخ عبد المجيد. مفروض ان شاء الله. اقعد يا شيخ مدبولي. يا واه الولعه جاهزه. الركية مولعه من الصبح. حضر شيشه لعمك يا شيخ مدبولي. لا لا الجوزه يا امير. ودي صندوق المعزل. الواد محمود مستنيها. تفضل الشاب سيبه بحاله حيصدروه. وحياة كتاب الله حيصدروه وعلى الحجاز بإذن واحد أحد مع الكسوة الشريفة والعسكر الشهنية. شيخ عبد المجيد أنا شفت لك منام. منام والنبي. أيوة وكتاب الله على وش الصبحية. لا 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 في الفجرية. يا حي واحد زي ما يكون إمام. الإمام علي. أيوة الإمام علي وحواليه ناس باب ما عليه بواب. بنت البندر الفاجرة والله لا افتح خبرها النهارده. جناية ورب الكعبة. يا فكيك يا فكيك. عبد المجيد قلت لك ألف مرة اطلع السلم على مهلك. البيت دي بتعمل ايه هنا يا بنت؟ انا عمال اوثقك عليك وانت سايباه وقاعده هنا. يو ده انا خدمتك يا عمده. قومي من هنا يلا يلا روحي. لا فتحيه قاعده معايا. ليه؟ الدوار مليان خدميه. انا عايزاها هي. ليه؟ عايز تعرف؟ دي حاجات بينا. كملي يا توحه. جاي اهو يا عيا سيد. رد على التلفون الواد احمد افندي الكلب. ايوه اهو جاي. ايوه الو ايوه مركز معاه اكلم به المامور. لا امال مين؟ ايه صباح الخير. صباح الخير يا مصطفى بيه. جاي دلوقت قبل الظهريه. اهلا وسهلا بيبوسوا الايادي. حاضر مع سلامة الله. يا مسيد يا عبد الصمد
يا عاد يا محمد. ايوه هاتوا صبحت الرمل ورشوهم. يا حار يا مشي. ايوه نقي بطتين سمان واذبحيهم دلوقتي على الغادي. حار وطلع الشوك والسكاكين. يلا واعملي صينية كنافة. طيب يا حسن يا ولي. يا ولا يا حسن فين صندوق الكاكولا؟ حط جلستين تحت الزير ولا اقول لك خليهم خمسة. يلا اعملكوا همة. يلا يا ولي انت وهو. بس يا ابني ده انت ما غيرتش ريقك من الصبح. ريقي ايه؟ ماليش نفسي يا ام سيد. مالك مالك بس؟ تعبت. ان جيت للحاج انا تعبت خالص. تعبت تمام. والطلاحين قاعدين ليه؟ دول بتوع الدوده وما نزلوش الغط. ليه الخولي ما جاش؟ ابراهيم ما جاش ليه؟ قاعد في بيتهم. قاعد في بيتهم؟ ايوه. مسيد حصل حاجه؟ ابو سيد ايه اللي حصل؟ اقول ايه وعيد ايه؟ انتفتها لفوق تيجي فوق راسي وانتفتها لتحت تيجي في حجري. حصل ايه يا مسيد؟ ضربته. مين؟ الست ضربته. يا ساتر انت وكنت فين اني؟ امبارح لما كنت انت في البندر نزلت راحت الغيط. يا بنت عياد يا بنت ما يصحش. الغرط راحت الغيط طلبت منه حاجة مرضش يقضيه. ضربته بالكفة على وشه. حاجة حاجتي. رجع طوالي على البيت. العيال بتوع الدودة شافوها وهي بتضربه. يا أخي يلا يا ابني يا ابن دي لك 40 يوم على دي الحال. لهني لك نوم ولا صحيان. الدوار خرب وانت انت ما نزلتش الا مرة ولا مرتين. بقينا مسخرة يا ولدي. حاجتي يا حبيبي يا حبيبي يا ولدي دي ما تنسبكش. لا هي من وقمك ولا توبها من توبك يا ولدي. يغور الطين يا حبيبي. الطين يا ريت عالطين. امال ايه بس اللي مش علقك فيه؟ يا ولدي يا ولدي ولادك رجالي وبناتك متجوزين ناس امراء. عيب على الشيب. كفاية مرتك مرتك تمد ايدك عليها ليه؟ ام عيالك ام عيالك اللي شلتك ايام الغرب. اسكتي. الناس طفشت من حوالينا. الفلاحين طول النهار مليين الدوار. دكان الواد حسني. اسكتي. وهي بالقميص الاحمر الشفتشي لحمها باين للي يسوى واللي ما يسواش. غوري من وشي. دايري انا مسافره الولد في بني سويف. غوري في داهيه وليا قرشاني. اشوف التلفون يا حضرة العمدة. لو كنا في البندر كان معلش. الو محدش يا افندي. صباح الخير يا حضرة العمدة. ها صباح الخير. روح هات صندوق سجاير. خدوا باكو شاي من ابو 16 قرش. ياه تلغراف من الباشمهندس جاي في قطر 10. ياه ده يبقى على كده جاي دلوقتي. القطر فتحوا له السكة. لو كنا في البندر جل كلب نجس. عمدة الشواشية يا عمدة رمى قتيل جوا حدودتنا. النيابة جاية دلوقتي. البندر مقلوب على بعضه. وما رمتوش ليه جوا حدودته؟ ما لحقتش. الفلاحين بلغت الدورية. والغفر كانوا فين؟ أمال شيخ بلد ازاي؟ ما لحقتش. علي اليمين من بيتي ما لحقت. يعني حكدب عليك؟ تمام انت راجل ند كده. الله يسامحك محمود انت مش مسافر في الطوالي؟ ما تقوم. لا ما مسافرش بقيتها والله العظيم ما نمسافر. تزعق ليه؟ هو بيت ابوك. طول بالك يا حضرة العمدة ده واد مجنون. اخلص انا مش مجنون انا راجل. انت لك حاجة عندي؟ ايوه ليا. لازم ازرع نص الفدان. بالعافية ما انت زارعه هطلعك منه بالبليز. واني هقطع خبرك والله العظيم لقتلك. عايز تاخد نص الفدان ب15 جنيه رهنية؟
نص فدان ب15 جنيه. زرعوا 3 سنين ببلاش، حقوقك معاك. هزرعوا على طول، ارضي ومحدش راكبها غيري. اقعد انت يا حضره العمده. وانا والله ما انا مبيتك الليله الا في النقطه. وهطلع من النقطه وهرجع لك تاني، والله العظيم ما قتلك الا في وسط الدوار. وسط الدوار؟ ايوه. ما يسرقش قوت العيال الا واحد قليل اصل. عايز تاخد نص فدان وب15 جنيه؟ ارضي وارض ابوي وجدي وجد جدي. عايز تخطفها؟ ارض اللي مسقيه بعرقي وعرق ابوي وجدي، عاوز تنهبها؟ ولما ابوي العاجز يطلع الصبح علشان يروح الغيط، يبقى يروح غيط مين؟ يبقى يروح غيط مين؟ انا واخد عليك ورق. بل واشرب ميته. انت لو كنت قلت 5 جنيه كنت قبلت. مرتي كانت بتموت في المستشفى. وانا مالي ما تموت ولا تعيش. اخرس يا كلب. الشعرايه منها بالقطه. الكلب انت هو اللي سغر غفر. نبر الغفر تخطى يا جنتي وضيحنا كلب النوكا. هو انا حتبي يا استحي. والله لازم احبسه وزيد نسواتك ولاد عمامك. انا هحبسه. سبحان الله. قرا ايه؟ السلام عليكم. ازيك يا رب مال؟ ازيك يا محمود؟ مع مين الخناقه النهارده؟ ازيك يا سي محمد؟ الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. وبتاخده بالحضن ومستكتر تحب على ايد ابوك؟ انت جاي ليه دلوقت؟ الله، هي دي الحمد لله على السلامه؟ جاي تاخده بالحضن الواطي اللي سبني في وسط بيتي. آه. اللي خلى الدوار زي المولد وجايب لي اخواته ولاد عمه. والله العظيم لبيتكم واحد واحد في النقطة. طول بالك يابا. وجاي تاخده بالباط. انا عاوز اعرف انت ايه اللي جابك النهاردة؟ جاي اقول لك مبروك. كنت جيت يوميه. الوادي الكلب ده هو اللي بعت لك. انا هطفش بالبلد. يابا كفاية، طول بالك، تهدى. ما تقولش اهدى. مين اللي بعت لك؟ والله لاقطع ذراعه. كفاية، أعوذ بالله. وهقطع رقبته ومش هخلي له عيش في البلد. الكلب اسكت. قول لي حالا مين اللي بعت لك؟ الدوار ما خلصش لي الحد. الدوار فضح الكل. الدوار عارف انت جيت ليه. اني وحدي بس اللي مش عارف. الكلب امي. امي اللي بعتت لي وانا جاي اخدها دلوقتي وراجع في قطر 12. امك؟ اي عال، ما انتش واخدها. والله يابا كفايه يا منات. ما فيش واحده من حريري تحط رجلها برا البيت. طيب انا ما غلطتش. انا مش اول واحد يتجوز 2. حقي وما كلتش حقوق حد. ما حدش ليه حاجه عندي. يابا ما غلطتش. انا ما غلطتش. ويا مين بالطبع لسانك. كفايه اللي حصل. نص اهل البلد شغالين معايا في المشروع، كلهم طفشوا من حواليا لما واحد يشوفني يدور وشه. كانوا حواليا زي النمل، ما يروحوش الا لما يقفلوا عليا باب بيتي. واللي تجيله فرخه ولا رغيفين عيش يحلف 100 يمين اكل معاه. يا براسنا بقت في الطين، يا في عرض النخل. اني عملت ايه اللي عملته؟ سرقت، نهبت، قتلت. 55 سنة واني بشرب المر. عريان، جعان، ضايع زي كلاب القرافة. 55 سنة ما كانش عندي غير جلبية واحدة وحافي، حافي وراسي عريانة. جوعت وتعريت وتعذبت. حرمت نفسي من حتة اللحمة ومن اللقمة النظيفة. كنت فين انت يا باشمهندس؟ كنت فين؟ انا اشتغلت زي الكلب السعران من سن 5 سنين. كل يوم من طلعة النجمة اترميت في كل حتة. اترميت على الجسر وتحت النخل وفي الجامع وفي الدوار. هني وكان شيخ الغفر دي اللي واقف قدامك يصحيني برجله قبل ما ينزل العمدة. اشتغلت عند اللي يسوي واللي ما يسوي. عزكت وحرحت وجنيت وحصدت ورعيت البهايم وشلت على دماغ الطين والسبخ.
كان لما واحد يحب يريح البغله كان ينده لي، ينده لابوك، وجايين دلوقت تقولوا لي اعمل وما تعملش. 30 سنة ما كنتش بنام الليل من خوفي، خوفي على الفلوس. كنت ربطهم هنا على بطني، لففهم على بطني وداير بيهم زي القطة المجنونة. ابن الخدامة، ايوه امي كانت خدامة وغسالة وبلانة وندابة. جايين دلوقت عاوزين تحاسبوني، انا هعوض كل اللي راح، هعوض سنين الجوع والفقر، الجوع والفقر. سامعين؟ سامعين صوتها العكر وشها اللي زي البومة ببوزي من 30 سنة؟ عمري ما حبيتها ولا حبيت اقرب منها. كنت اعمى ما شايفش، دلوقتي انا فتحت، اعوذ بالله، دي مره عامله زي القمر. ما تقولش كده يا امي، امي يا جنين العص. خشوا خشوا عند الراجل المجنون ده، احسن ما تجيني عليه. اوعوا يا ناس، انا لازم اقدم. انت ما تقدرش تقدم فرخه، اللي راح عليك راح على طول، مش هتقدر تنقص من عمرك يوم. انت مش شايف نفسك؟ روح بص في المرايه، بص في وشك، شوف وشك شكله ايه، وراسك الشايبه. انت بقيت كهنه كهنه كهنه. والله والله لا اقدمه. سيبني، سيبوه يقتلني، سيبوه يقتلني عشان اخلص. انا عايز اموت طول عمري وانا بعبود وبعد ربنا. ابويا راجل، ابويا بطل، حرم نفسه من لقمه العيش وشال التراب عشان يعملني بني ادم. طول عمري وانا رافع راسي لفوق، ولما احكي ما احكيش الا على ابويا، اكلنا بضوافره وعرقه ولحم كتافه. سيبوه سيبوه خليه يقتلني واخلص، احسن ما اشيل العار على راسي. يا بني بطاله بطاله بطاله. ابني حبيبي، ابني ابني. يا اخي بقول لك تعالى اقعد معانا في البنك. امال مين الافندي اللي هناك؟ ده ابن محمد البشمهندس. وبعيط ليه البشمهندس؟ العياط ما عيبش الراجل يا مصطفى بيه. ما سبته ايه للحريم؟ حريم يعني ايه؟ زي بنتي ثانيه هاني، انا مش قلها قوي. عن اذنك لما اقوم اشوف شويه يا مصطفى بيه. شيا روح قول لهم مسايه، تقول للهانم البيه الوالد هيني. الله بابا هنا، حمدنا على السلامه يا بابا، انا جاي اهو. لا خليك عندك، لا خليك عندك. ايه مالك؟ فيها ايه يا اخي لما تيجي تسلم على باباك؟ بس قلت يعني الفلاحين مليين الدوار، ما يصحش يا ولد. قول الست ما تنزلش الدوار. وانت مالك يا فندم؟ ابني ماله نص، وانا واخدها معايا النهارده. النهارده لازم تروح وياي. مستحيل هتخطى عتبة الدوار. حريمنا ما تركبش في عربيات مع شحطه. طول بالك يا محمد. طيب يا مصطفى بيه، انا هوصلها لغايه عندك، بس دلوقتي هتمشي معايا. فلاحين يا سنيه، يا ولد سنيه، يا ولد اقفل باب الحرام لك، اقفله حالا. سي محمد هات السلاح اللي معاك. اوعى اوعى اقفل يا ولد الباب، ما تخليش كلب يمر منه. يلا يا ولد. خذوا مني المسدس. اوعوا سيب المسدس. اوعوا هات المسدس. اوعوا شايلتنا العار فوق راسنا. يا ريه ما توحدوه يا ناس، كنا نكسر الشر. عمر السلاح يا ولد، سلاح يا ولد. يا مصطفى بيه يا محمد، انت جبان يا مصطفى بيه، اطلع يا ليت الادب فوق. انا كلب قنري. ومات العمدة، ومات محمود، واتحرق الدوار والبيت باللي فيه. على ما وصلت المطافي كان كل شيء انتهى. محمود مات؟ ايوه، تصدر للعيار قدام البشمهندس، كانوا اصحابه هم عيال، راح عليه العوض. وسنية قعدت في المستشفى يومين واتخطبت في جمعتها. ايه
كان كاتب لها البيت والغيط. ايه قدمنا لكم حلقة من برنامج في هذا المكان، كتبها للإذاعة ميخائيل رومان. في هذا المكان برنامج من إخراج مصطفى أبو حطب.